حكايات حافلة بالدأب والمشقة. إذا كانت فترة العمل عند الناس في اليوم الواحد تتراوح بين 6 ساعات و8 ساعات، فليس في العلماء من يقتنع بالعمل 10 ساعات، لا ولا ب12 ساعة، بل إنهم يستهلكون الوقت كله في العمل، عدا أحيان الاشتغال بالحاجات الضرورية التي لا يمكن الاستغناء عنها بحال. وربما تمكنهم وفرة النشاط أيام الشباب من تقليص فترات النوم 7 ساعات لتوسيع العمل. إن الأفراد المقربين إلى العلماء يعرفون أن حياتهم الشخصية تدعو إلى الإشفاق من كافة ذويهم لكثرة ما تحفل بإنكار الذات والاستهلاك في العمل الدائب والاسترسال مع كل مشقة مضنية، إلى حيث تحطم طاقاتهم الجسدية بلا مبالاة.